اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، وربنا يحفظه ويحميه يا رب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام، كل سنه وكل اللي بيتابع التلفزيون المصري والقناه الاولى في انحاء العالم بخير وسلام. عيد الفطر في مبارك زي ما بنقول، رمضان في مصر حاجه تانيه، كمان العيد في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. على القناه الاولى العيد حاجه تانيه، ان احنا بدانا النهارده اول ايام العيد بالرنجه والفسيخ والسلم والمخلل، وافكار للرنجه كتيره قوي، ولكن هي في الاساس رنجه. سمكه الرنجه دي سمكه عزيزه بتيجي مستورده، لها طرق تخمير وطرق طهي مختلفه شويه. السمكه الوحيده اللي بتستوي لا من نار ولا جريلا، تستوي بالدخان بتاع النار، وحسب نوعية الخشب بيختلف سعر حباية الرنجة أو الكيلو الرنجة. الخشب هنا المدخن أو الدخان بتاعه اللي بيسوي الرنجة، إيه نوعيته، هو ده الغلو بتاعها. ولكن هي سمكة واحدة بتيجي من النرويج، من اسكتلندا، من هولندا، مصدرها البلاد دي. تعالوا مع بعض النهاردة نعملها بأفكار كتيرة مميزة. أنا عندي أطفال، والأطفال دايماً هم طبعاً حبايبنا، دايماً يحسوا بالعيد وبنولد جواهم ونطرز جواهم العيد إزاي، وعيد الفطر المبارك وصلة الرحم، ونعيد على بعضينا ونخلوهم يفطروا معانا ويتغدوا معانا، فنعمل لهم بيتزاية حلوة كده بالرنجة. إيه رأيكم؟ هتاخد برضو جبنة موزاريلا، وتاخد زيتون، وهتاخد فليفر من الخضار، وحاجات جميلة جداً. الرغيف الحواوشي بتاعنا بالرنجة فكرة الشيف المغازي، وبيدرسوها دلوقتي ازاي نعمل الحواوشي الصغير المحرمش، يعني فيه فلفل حار وفيه سبايس شوية، ويسويه على الجريلا أو في الفرن. هنعمل كمان فسيخ النهاردة اللي أنا مش بحبه، ولكن مخرجنا الجميل عاشق له، بيقول لك فطرني وغديني فسيخ. الفسيخ هنا ده آخري فيه صراحة، وانا ما اقدرش امد ايدي فيه، انا بتكلم الصراحه، وحضراتكم من يوم ما شفتوني على التلفزيون وانا بقول انا ما بحبش الفسيخ، ولكن انا عاشق للرنجه. حلو الكلام. ومعانا سلمون النهارده برضو، انا خللته بملح وسكر وليمون وزيت زيتون، وبتخلل معانا زي الفل. هنعمله سندوتش او نقدمه ابيتايزر كده لطيف وحلو. السلمون كده كده مش محتاج، يعني ممكن واحد ياكله كده مع تخليليه، مع خيار مخلل، مع طماطم، زي ما احنا عايزين. ولكن السلطه الخضراء مهمه جدا كمان علشان نقدمها مع السفره بتاعتنا، لان السفره كمان مهمه يكون عليها طبق سلطه خضراء لطيف وجميل. ولكن السفره دي عدلها حاجه واحده، طبق فروت سلط. لازم نكسر من الفواكه والخضار، ناكل رنجه، ناكل فسيخ، ناكل بلوحه، لازم تكون على السفره بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده تشكيله من الخضار. واحنا في ايام الربيع الحمد لله، انا هعمل فروت سلط حلو كده بالعسل، برتقال، وكل انواع الفواكه، وطبق حلو نحل بيه. خلونا نطلع فاصل صغير لان في تفاصيل كتيره النهارده، وعيد الفطر المبارك معانا على القناه الاولى مميز ومختلف وله اسرار وله تفاصيل، وهنرجع تاني لحضراتكم بمفاجآت عن الرنجه وعن الفسيخ وعن السلمون والافكار الجديده اللي بتعجب الأطفال والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل عام وحضراتكم بخير. احنا اتفقنا تكون السفرة بتاعتنا النهاردة فيها حاجات تعجب الأطفال أكتر من الكبار، لأن احنا يهمنا كمان العيد الفطر المبارك نفرح ولادنا وأطفالنا، وأكلة الرنجة نحببهم فيها. يعني ما نجيش تحط حباية رنجة سليمة زي اللي موجودة معايا دي كده ونقول له تعالى كل رنجة. أنا شخصيا لو طفل هخاف منها، أقول لك دي سمك ني ده ماما ولا إيه؟ فكرة الرنجة دي على فكرة بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتتفك من الكراتين المجمدة وتتحط في مكان تهوية لغاية لما يفك تلجها. المرحلة الثانية تتحط في محلول ملحي، يعني في ملح خشن لمدة ثلاث أيام. تطلع من الملح الخشن تتصفى وتتركد على جنب، تتحط في أسياخ ستلس أو أسياخ خشبية، وتتحط في فرن حراري في دار، والنار دي طبعا طالع منها دخان هي اللي بتساوي الرنجة. فشكل الرنجة شكلها الأطفال مش هتعجبهم، فخلونا نعمل لهم بيتزاية حلوة مع بعض كده. مقادير عجينة البيتزا مرينا بيها كتير وعملناها كتير، عبارة عن ثلاث كوبايات من الدي، بياخدوا معلقة خميرة، معلقة سكر، زيت زيتون، ممكن كوباية زبادي حلوة، يعني تتوصي بالعجينة وتتوصي تخليها شخصية. وبعدين بتعمل التوبنج بتاعها اللي هو صوص البيتزا، اللي هي عبارة عن كاتشب أو طماطم أو معجون طماطم، معلقة سكر، بصلاية، تومة، شوية زعتر حلوين، اللي هي معانا دي أهي زي الفل. هننزل بقى هنا كده على وش البيتزا. إيه الجديد؟ خلونا مع بعض واحدة واحدة كده. بيتزاية حلوة، صدقيني دي هتعجب ولادك وهتعجب الكبار وضيوفك، وتبقى حاجة جديدة
عامله لكم بيتزا النهارده بالرنجه. اه زي ما انا شغال كده. الصلصه دي حلوه وخليها سبايسي سنه يعني، واخده بالك، حطي فيها شويه ايه فلفله حلوه كده كده عشان الرنجه اصلا بتحب الاكل تكون ايه محرمشه. استاذه رحاب بتقول لي محرمشه يعني ايه؟ يعني حاجه كده واخده يعني، زي يقول لك انا والله نفسي مش جعان بس عايز اكل حاجه محرمشه، يعني حاجه تفتح الشهيه فيها سبايسي شويه. طيب حطينا الصلصه بتاعتنا، حلوه قوي. ايه الجديد؟ معانا شويه جبنه موزاريلا بنحطهم في الاول كده، موضوع مختلف هنا كده شويه اهو زي الفل. معانا زيتون بالشكل ده كده، نوزع الزيتون. وخلي بالك هنا مفيش، وبتعملي صلصه البيتزا اللي احنا عاملينها ديت قللي الملح شويه. معانا الرنجه، اللهم صل على النبي اهي، 1 2 3 حلو 4 يلا اهو زي الفل. سكينه ونقطعها مع بعض. انا بحب الرنجه وبعشق الرنجه، فعشان كده بحب ان انا ابدع في عمايلها. اه ناخد الرنجه دي كده ونقطعها بالشكل ده كده، عينيا اهو. اوف اوف اوف، اللهم صل على النبي. عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اه تمام، هناخد الرنجه دي كده نقطعها كده، خلي تفاصيلها كده باينه اهي اهي بالشكل ده كده حلو. وانت بتقطعيها بالنظر يعني كده، اعمليها على شكل مثلث بحيث لما تقطعي البيتزا دي على شكل مثلثات تطلع، يطلع في كل مثلث قطعتين ثلاثه، كانك بترصي فستق مثلا او لوز على وش ايه صينيه بسبوسه. تبالك بيبقى له رصه كده بيعرفوها الحلوانيه، يعني تطلع حبايه اللوز على القطعه بتاعه البسبوسه. اه نفس القصه مع البيتزا. اه الشكل الجمالي مهم جدا على فكره ايا كان بتعملي اي حاجه. اه ناخد ده كده زي الفل. معانا فلفل رومي زي ده كده اهو، بناخده كده اللهم صل على النبي، نشيل ده كده. الحاجات دي مهمه جدا، فلفل رومي، انا بحب الفلفل الرومي على البيتزا، التغيير ده مهم اهو بالشكل ده كده زي الفل. حلو، وكمان فلفل رومي. عندك طماطم شيري حطي الصغيره الحلوه دي كده، انا بحبها على وش البيتزا. حلو، عندنا كمان يا عم الشيف اللهم صل على النبي بصل، اه بصل الاحمر الحلو بتاعنا ده، عنوان الفسيخ والرنجه، تقطعها جوليان كده رفيعه قوي اه. واسالي ولادك بتحبوا البصل على البيتزا حطي، هو البصل مفيد كده كده هتحط بالشكل ده كده اه. حاجة جديدة دي البيتزا بالرنج على فكرة، جديدة بس جربيها وهتعجبك. اه اهو حلو، معايا زيتون اخضر، العب زيتون اخضر خالي النوى، محشي جزر اهو، عشان كده بقول محرمشة. شفتوا المحرمشة جاية منين؟ اهو زي الفل. شوية زيتون تاني، معانا الجبنة الموزاريلا نحطها. بيتزاية بتتكلم، مش بتتكلم طلياني بقى، طلعينا ما يعرفوش حاجه عن البيتزا دي على فكره، ده اختراع مصري، اختراع مصري توقيع المغازي اهو اهو. لسه ما خلصتش، معايا رنجه اهي، دي بقطعها بقى صغيره قوي، بقطعها ايه صغيره قوي 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 اهو كده، صغيره كده اهو بالشكل ده كده اهو، كانك بترش على البيتزا حاجه معينه اهو 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 صغيره كده اهو. ودرجه حراره الفرن عندي 180، درجة حرارة الفرن عندي 180، باخدها زي ما هي كده من غير أي بهارات أهو، بحطها على الوش كده، ده عنوان أهو أهو، عشان اللي يقبل عليها يعرف إن دي بالرنج أهو، عشان تاخد الصدمة النارية كده وتبقى متقدمة زي الفل. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب، دي تتحط في الفرن كده، اللهم صل على النبي، بيتزايا بالرنجة بتتكلم مصري أهي. كل سنة وحضراتكم بخير، العيد عندنا مختلف وله تفاصيل كتيرة، بيتزايا في الفرن فيها كل التفاصيل بالرنجة. نقفل الفرن بتاعنا نخش على اللي بعده، عايز اعمل حواوشي رنجة، العب حواوشي رنجة. اه تعالى انا مجهز شوية وتعالوا نشوف ازاي نعمل حواوشي رنجة تعمليه لاولادك والاطفال الحلوين، ايه رأيك؟ هنجيب بولة زي دي كده معانا، بتقطع فيها رنجة، شوية رنجة زي دول كده، وبتبطروخ الرنجة اهو، ادي الرنجة بنقطعها صغير كده،
حواوشي ونقطعه كده بالسكينة اهي اهي بالشكل ده كده. لما تيجي تعملي حواوشي الرنجة التقطيعة دي مهمة، وننزل بقى هنا كده وننزل بصلية ناعمة، اللهم صل على النبي، شوية خضرة، الخضرة دي ممكن تكون بقدونس حلو كده حلو، الحاجة اللي هي مش عايزة سوى كتير، سنة شبت صغيرة عشان البصل اللي جوه الرنجة ده كده اهو. شوف الحتة اللي جاية بقى دي كده، الحتة اللي جاية مكعبين من الزبدة، مكعبين من الزبدة اهو، فصصوه كده ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف جوه الرنجة نقلبه، ما تحطيش زيت اهو، مكعب زبدة. ليه مكعب زبدة يا شيف وغزة حطيت؟ حد سألني السؤال ده. مكعب الزبدة مع الرنجة مع البصلاية اللي أنا حاططها والجو ده كده مع تحمصة الرغيف العيش، هي المكعب الزبدة هيطرلك اللقمة. وناخد العيش بتاعنا ده كده، نشيل الرنجة دي كده هنا ونوسع الدنيا اهو عشان الدنيا تبقى رايقة معانا، وعلى نفس البلانشة أنا شغال رنجة اهو، حد يقول لي غير البلانش اهو اهو. أدي الخبزة وأدي الخبزة، اللهم صل على النبي اهو، حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل حواوشي رنجة النهارده؟ مهرجان الرنجة اهو، بحط هنا كده مكعب الزبدة هنا عامل شغل، هي دي التركاية، هي دي التفاصيل اهو، يسيح بقى مع الرنجة دي ما اقولكيش اهو. بطروخ الرنجة هنا عامل عمايله اهو، شفت الحواوشي بتاع الرنجة اهو، ونفس القصة ممكن تحط عيش بلدي، انا جايب عيش شاب صغير صراحة، دورت على البلدي قال لك لسه الفرن ما اشتغلتش اهو اهو. النهارده ليه في حاجه كده ظاهره بلاقيها يوم العيد، تلاقي السوبر ماركت قافل الفرن، ليه يا اخوانا ليه؟ ليه ما نعيد على الناس والزبون يعيد علينا الصبح، صباح الخير يا ابو فلان، صباح الخير يا حاج، كل سنه وانت طيب، الجو ده اهو. نحط اللقمه كده، العب اهو كده اهو اهو، حواوشي الرنجه اهو اهو، اللهم صل على النبي اهو كده، عملت خمس ترغيفه زي الفل اهو، زي الفل تمام. وعندي هنا كمان شويه اهو، هنوزع رنجة وحواوشي رنجة على كل حبايبنا وضيوفنا. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ هنحطه على الجريلا هنا، نبص على الجريلا ايه اخبار الجريلا، سخنة معايا، بنحط فيها شوية زيت صغيرين معانا هنا، صباح الفل اهو. الله الله على التفاصيل، الله ينور يا زيزو، كل سنة طيب اهو. حلو الكلام، ناخد الحواوشي بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو اهو اهو، الله الله اهو، يلا حواوشي رنجة وحقوق الطبع لدينا وبس اهو اهو. يلا خليهم دول كده على جنب يستوي. طيب خلصنا من حواوشي الرنجة، نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا شيف؟ نخلي دول كده معانا، التفاصيل دي نخليها معانا كده عشان اللي جاي متأخر اهو، زي الفل تمام، نروق الدنيا. وهنخش على حاجة مهمة جدا، مقادير الحواوشي على الشاشة، ايه الحلاوة دي؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ مقادير الحواوشي: رنجة، بصلة، فلفل حار وحسب الرغبة، عصرة ليمون حلوة لطيفة حلوة كده، وكمان قرن فلفل، وكما تنسيش شوية زيت ومكعب زبدة في الخلطة بتاعة الرنجة. طيب أنا عايز أعمل النهاردة نعمين، نطلع فاصل؟ طيب خلاص نطلع فاصل، النهاردة العيد لازم نسمع الكلام عشان ناخد المصروف، جاهز بالمصروف يا شفيق؟ هاخد بعضنا وناخد فاصل صغير، عندي بيتزاية في الفرن بالرنجة، عندي حواوشي رنجة على النار، هنرجع ونعمل طبق فتة جامد جدا. وقولوا معايا وانا واخد الفاصل كده: حقوق الطبع لدينا وبس، والإبداع لدينا وبس، على شاشة القناة الأولى، أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، طلعنا شوية حواوشي حلوين اللي كنا بنحمرهم مع بعض، مخرجنا الجميل هيجيبهم لنا زي الفل، متزينين مثلا ببصل اخضر، حواوشي عود جرجير حلو اخضر حلو كده زي الفل اهو، ده الطبيعي. انا احب البصل الاخضر يتقطع من النص كده، خلي بالك تغسلي ما بين العروق وبعضيها اهو، ده عدل الحواوشي بتاعنا الحلو ده كده زي طبق الفول يعني اهو، بصل اخضر جنبيه كده زي الفل، وطبق حلو جديد الاولاد يقبلوا عليه بكل حب. ايه الاخبار الحواوشي اللي في الفرن؟ اللهم صل على النبي، نطلع على الفرن خلاص استوى كمان، عندنا شويه حواوشي حلوين. عايز اعمل دلوقتي مع حضراتكم كده ازاي نعمل فته يوم العيد، يعني العيد لا يخلو من الفته، بس مع الشيف المغازي الفته النهارده مختلفه. هتبقى الحواوشي ده ايه اهو، هنا اهو برص اهوت زي الفل، الله الله شيله كده اهو كده
حطه هنا كده اهو. حوش حلو طالع اللقمه متحمصه اهي. فله اللهم صل على النبي. خلي بالك مهم جدا وانت بتعملي الحوش ده زيت الزيتون يكون متواجد عندك. ننزل بالصوص ده كده عليها. ادي رغيف الحواوشي بتاعنا شكل حلو زي الفل. الف هنا وشفا. طيب نطلع بمقادير الفته عشان عايز اعمل الفته دي حلوه النهارده عشان دي تتسجل للتاريخ طريقه الشيف المغازي. مقادير الفته معانا عيش متحمص كالعاده اهو. العيش ده عيش صاج او عيش سوري او عيش شامي. العيش بتاعنا ده كده اهو. ده العيش بتاع الفته اهو اهو. العيش بالشكل ده كده اهو. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بكسره كده بس بتبقى اللقمه كبيره شويه ما تبقاش ناعمه زي بتاعه الفته اللي باللحمه بالشكل ده كده اهو. الجو ده حلو ونفس القصه كمان الرغيف ده كده. وهاخد الطحينه بتاعتنا الحلوه وخل وزيت زيتون وعصير ليمون ورنجه ونشوف ازاي هنتعامل مع طبق فته جامد جدا. والطشه بتاعتنا زي اي طشه مع بعض دلوقتي زي الفل اهو. هاخد العيش اللي انا كسرته ده كده احطه على اللقمه كده. شفت الشغل ده كده اهو. ده شغل حلو قوي على فكره. اعمليه النهارده تبقى عامله حاجه جديده. ونحط ده زي ما هو كده اهو. ايه اللي انت عملته يا شيف؟ انا كسرت من الرغيفين رغيفين يعني من الاربعه اتنين وسبت اتنين زي ما هما سلام تحت الرنجه. حلو الكلام. ومعانا كده الخلاط ده كده خليه هنا معلش بعد اذن مخرجنا عشان اوسع الدنيا شويه عشان عايز اعمل حاجه حلوه. واخلي ده هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا النهارده زحمه. واخلي ده كده هنا. طيب واخد الخلاط ده كده ونجيب الطحينه بتاعتنا الحلوه دي كده نحطها في قلب الخلاط. هو ده الصوص بتاع الفته. خلي بالك ده الصوص بتاع الفته زي الفل تمام. بنحط على ده زيت زيتون. ركزي بقى عشان الحته اللي جايه دي مهمه جدا. دي الطشه بتاعت الايه؟ الفته. ومعانا طاسه على النار نبص عليها كده مخرجنا. بحط شويه زيت زيتون هنا. زيت زيتون فص توم حلو. ازاي نعمل فتت الرنجه اه. ده توم اهوت في قلب الطاسه. التحميره دي حلوه حلو قوي. اشم ريحته بس كده بالشكل ده كده اه. بحط حبيتين زيتون اخضر في قلبها. حاجه جديده ده شغل عالي قوي. ده بقى شغل عالي قوي اهو. بحط على الزيتون ده يا عم الشيف شويه فستق حلبي. يا دلعك يا شيف يا دلعك يا دلعك اهو. فستق حلبي اهو بيتحمر كده مع التومه اهو. فستق حلبي دي اه. دي الخلطه دي الطشه بتاعت الفته مع حضراتكم اهي. تومه وفستق حلبي وزيتون. تومه وفستق حلبي وزيتون وسنه بابريكا. كل ده يا شيف اه حلو قوي. معانا خل عينيا اهي. ننزل بالخل. يلا يلا العب يا سمك اهو 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 اهو. دي الطشه بتاعت الفته فتت الرنجه. شويه خل. معانا برتقانه اللهم صل على النبي. باخد البرتقانه دي زي ما هي كده. العب اهو اهو. ده البهريز حلو قوي زي ما هي كده تمام. الخلطه دي حلوه قوي زي ما هي كده زي ما هي كده اهي اهي. على فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده اهو اهو في الخلاط اهي اهي. مخرجنا الجميل مخرجنا الجميل اهي اهي اهي. اللهم صل على النبي اهو 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 في قلب الخلاط. حلو قوي. واشيل ده كده على جنب. وكل ده في قلب الخلاط بيتضرب مع عصير ليمون. حلو قوي اهو. وعصير ليمون ما حطيتش ملح خالص. ما ينفعش احط ملح خلي بالك اه. واحط شويه ميه. الميه دي تكون سنه دافيه كده.
يا ويلي، حلو قوي. شوف المفاجأة اللي جاية بقى، المفاجأة اللي جاية معانا رنجة متخليلة جاهزة اهي 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 اهي. شوف الرنجة على فين، اهي اهي الرنجة على فين، اهي. العب اهو 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 اهو. كمان واحدة، كمان واحدة اهو. اللهم صل على النبي اهو اهو. في قلب الخلاط، وشغل الخلاط يا عم الشيف وادعوا لي اهو. العب خلص الكلام. الله، لا ده دوق بقى وقول لي. ده احنا فاطرين طبعا، ندوب راحتنا، بس مش مسموح لاكل على الهواء. حلو الكلام. كل سنه وانتم طيبين. الاختراع ده وحقوق الطبع لدينا وبس. الخلاط ده كان فيه ايه دلوقتي؟ فرنجه، في زيتون اخضر خالي النوى اللي هو الزيتون المحشي جزر، حطيت طاسه على النار، حطيت فصين ثوم ناعمين، حطيت عليهم شويه فستق حلبي. ممكن تحطي لوز لو ما عندكيش فستق حلبي، ما عندكيش ده ولا ده، حطي فول سوداني. حلو الكلام. وحطينا الخل وشويه بابريكا حلوين، وكل ده مع بعض مع زيت زيتون وعصير ليمون، وضربتهم في قلب الخلاط. لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش. تعالوا بقى نقسم الرنجه على وش الفته. انا كده بغير من منظومه الرنجه او فكر الرنجه. الرنجه مش تتاكل بس وخلاص سمكه. ما تبص على الفرن كده وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. بتزايا بتتكلم مصري مش طلياني، مع ان هم اصحاب الباستا. اهو عينيا عينيا. ناخد الرنجه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ناخد البلانشه دي كده. يلا نقفل الفرن وناخد الرنجه الحلوه. تعالي هبا هبا. العيد بقى، عيد بقى اهو. الشغل في العيد مختلف. واحد بقى شارب القهوه بتاعته ومدلع المسائل واكل كحك العيد. نعمين. لا شيله يا باشا من هنا خالص. انت قول لي طلعه من هنا يطلع. العب يلا. اللهم صل على النبي. زي الفل اهو. ناخد كده الرنجه اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي اهو. دي الرنجه اهي اهي. منظومه الرنجه اهو. لسه ليمونه مخلله. الله الله الله. ليمون مخلل اهو اهو. اتحط هنا كده على وش الفته. حاجه مختلفه. حلو الكلام. فلفل اخضر زي ده كده. ده مش حار قوي على فكره، ده يعني بريء من السبايسي. هو بس شكله كده ضخم وكل حاجه، بس مش حار ولا حاجه. نحطه كده. حلو. طبق فته معانا. بصلايه حلوه زي دي كده. بناخدها كده برضو على نفس البرانشه. شفتي بقى البلانشه الصغيره دي بتفرق في ايه؟ خلصت من عليها بتشيليها على طول. ناخد البصل ده كده. الله. طبق فته تاكلي كل حاجه فيه. ناخد بقى الصوص الحلو بتاعنا ده كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب اهو اهو. انزل بالصوص بقى اللي بيتكلم ايه؟ الطريقه المغازيه اهو اهو. ينزل على العيش هو ده اهو اهو اهو. دي فتت الرنجه. يعني يوم العيد عيد الفطر ما حرمناكمش من طبق فته، ولكن بمدرسه المغازي اهو اهو. ينزل على الخبزه المتحمصه زي الفل تمام. عينيا. وايه رايك بقى لو حطينا على الفته دي يا عم الشيف شويه لوز؟ يا مزاجك اللوز. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عملنا طبق فته جامد جدا وحقوق الطبع لدينا بس. معانا حواوشي الرنجه في الفرن بتاعنا، في بيتزايه لطيفه جميله هنشوفها مع بعض بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
وحواوشي الرنجة النهاردة فيه كل التفاصيل. أنا حابب النهاردة أطفالنا الحلوين يكون عندهم حاجة مميزة. هم عارفينها حواوشي الرنجة، الرنجة طالعة من الرغيف بتتكلم مصري، لقمة محمصة فيها شوية حواوشي محرمشين زي الفل حضراتكم شايفين، واللقمة كمان إيه شربانة زيت زيتون وفيها كل التفاصيل وطرية. في كمان بيتزايا حلو قوي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين حبايبي اللي أنا بحبهم، نبص على البنز الحلوة دي كده، إيه الجمال ده؟ آه 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 آه، نشيل ده من هنا كده، اللهم صل على النبي. وأدي البيتزايا بتاعتنا زي الفل. التركاية برضو إن إحنا معانا صوص لطيف وحلو، بيتزا بالرنجة أكيد هيكون لها تفاصيلها برضو، هناخدها زي ما هي كده، أهو 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 أهو، إيه الجمال والحلاوة؟ آه. ايه البيتزايا؟ يلا يا زيزو يلا يا زيزو، ايه الجمال ده؟ اه اه اه، ايه الحلاوه دي؟ اه اه، دي بيتزايا بالرنجه بالرنجه، اه اه، الصوص اللي نازل عليها ده هيخليها تنطق، اه اه، زي الفل. تمام، هنمسكها بقى نقطعها زي ما احنا عايزين بالشكل ده كده، مثلثات وتعزم اصحابك كده. والله النهارده شفت الشيف المغازى على القناه الاولى، الناس تجيب الرنجه تفسخها تحط معاها بصل، تحط معاها طماطم، تحط معاها بصل اخضر، انما ان انا اشوف البيتزا بالرنجه ده الجديد. اه اه، عينيا عايز ياخد واحده شوفها. حاضر، اللهم صل على النبي. ناخدها كده زي ما هي، طبق التقديم بتاعنا، ايه الحلاوه دي؟ اه، صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. آه. اكلت البيتزا بالرنجة قبل كده يا شفيق؟ قول لي. اه، انشوجه انشوجه، لا بالرنجة. ايوه. طيب زي الفل، هنخليها كده. عايز اعمل حاجه دلوقتي، احنا خلصنا يعني، بس انا ايه يعني اشتغلنا بما فيه الكفايه للعيد، ولكن انا دايما عشان بحب الرنجة دايما بحب ابدع فيها. معايا سلمون النهارده، عايز اعمل رغيف السلمون ده بشكل مختلف. سلمون اهو، سلمون مخلل. خللته ازاي يا شيف مغازي؟ جبت الملح الخشن وجبت زيت وجبت سكر وحطيت السلمون في قلبه لمده 5-6 ساعات، وبيطلع بعد كده يا عم الشيف. حلو الكلام؟ نحطه في الليمون او عصير الحامض اللي احنا معانا ده كده، وان احنا ايه نتعامل معاه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب تعالوا مع بعض، ده مكانه فين؟ نخليه هنا كده. نعمله سندوتش. معانا لقمة حلوة طيبة كده اهي زي الفل. نجيب بلانشة كده، اللهم صل على النبي. نشيل الرنجة دي من هنا بقى، وناخد البلانشة دي كده، وناخد اللقمة دي كده اهي، وبسكينة مشرشرة خلي بالك، وتيجي عليها كده. السندوتش ده للكبير، اهو حاجة كده ايه سبيشال يعني. اهو 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 اهو، حلو اهو. تمام، عندنا خس كابوتشا حلو قوي زي الفل، وعندنا بصل اخضر. انا خليته للاخر كده علشان ايه احب الموضوع ده ايه يتعمل بمزاج. اه، دي خس الكابوتشيه حلوه، نحط كده حلو، اللهم صل على النبي. اه، كمان خس كده بالشكل ده كده. هعمل حاجه حلوه لطيفه دلوقتي، فاكرين الصوص اللي معانا ده كده اللي انا ضربه من شويه في قلب الخلاط؟ شفت التركيه دي بقى؟ اه اه، واخد كده معلقه. يا دلعك يا دلعك، هو ده. اه 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 اه، حلو. وناخد السلمون بتاعنا الحلو ده كده، ده سلمون اهوت متخلل، نبص عليه كده اهو، ويترص كده، اللهم صل على النبي. اهو اهو، يطلع من التخليلة بتاعته عبارة عن ملح خشن، سكر، والسكر قد الملح يعني، معلقتين ملح خشن معلقتين سكر، ونحط فيهم السلمون ده كده لمدة 5-6 ساعات. يطلع بعد كده ينزل في زيت زيتون وعصير ليمون وشوية روزماري زي ما انت عايزة، شوية زعتر، شوية حبق. نحط كمان خس. سندوتش يعني مزاج. اه، زي الفل.
وناخد اللقمة الحلوة دي كده نحطها على الوش كده ألف هنا وشفا، ونقدمها في الطبق بتاعنا كده مع شوية جرجير حلوين. يا ويلي يا ويلي، ألف هنا وشفا الطبق بتاعي. عايز أقول حاجة قبل الحلقة بتاعتي ما تخلص والوقت يخلص، بالنسبة للعيد ربنا سبحانه وتعالى طبعا حب يختم الشهر الكريم بعيد الفطر المبارك. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وعند لقاء ربه. الفطار اللي هو العيد الصبح دي فرحة الكل، كلنا لما بنبقى صايمين اللي احنا بنزور بعضينا ونعيد على بعضينا، وصلة الرحم مهمة جدا، وحكاية المصروف ديت يعني ممكن حاجة حلوة زي اللي انا عاملها النهاردة دي تعتبر مصروف. يعني ايه؟ يعني يكون عندك ضيوفك تعملوا لهم حاجة حلوة بنفس الطريقة اللي انا عاملها. افكار تانية وانا شغال، بنجيب العيش ده كده، العيش السوري ده كده، ونحط فيه الرنجة مع سلطة من اللي متقطعة عندي دي كده، واللي فيها رولز زي السندوتش بتاع الفلافل اخواننا السوريين، بنحط بدل الفراخ رنجة ويتلف رولز ويتحط في النار بصمة كده ويبقى سندوتش رنجة، يبقى حلو جدا على فكرة. لا احنا معانا وقت كنا عملناه وهنعمله لحضراتكم برضو ان شاء الله، لان معانا ايام العيد برضو هنعمل يوم رنجة، يعني هنعمل حاجة رنجة طبق اضافي، مش هيكون زي النهاردة مهرجان كده. فدي افكار انا بتكلم عنها. الرنجة ممكن تتعمل بالبرتقال، ممكن تتعمل بالموز، ممكن تتعمل بالتفاح، هنشوف ازاي الافكار دي كلها مع بعضيها. ولكن التفاصيل اللي احنا عملناها مع بعض، الرنجة عملناها حواوشي، عملنا فتة الرنجة شايفين حضراتكم بتتكلم ازاي، عملت كمان سلطة خضراء جميلة، والبيتزا الحلوة، والسلمون بتاعنا الجميل الحلو، وارد انك انت تحط على السلطة الخضراء الرنجة الحلوة دي كده اهي اهي، شفت الجو ده كده اهو اهو اهو، ده قبل التقديم مباشرة. الف هنا وشفا، اللي ياكل من الصحن ده يدعيلي، الطبق ده جميل جدا في كل التفاصيل. وكل سنة وحضراتكم بخير، وزي ما قلنا من بداية الشهر الكريم العيد في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، بنزور بعضينا، بنعيد على بعضينا، وبنسامح بعضينا، والعيد فرحة. كل عام وحضراتكم بخير، وخلونا نعيد من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية على كل إخواننا المصريين، وندعي للشعب المصري إيد واحدة متكاتف، وكل سنة وإنتم طيبين. كل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل إخواننا خارج مصر وداخل مصر، والمغترب يجي يعيد في مصر، لأن العيد في مصر له تفاصيل كتيرة حلوة. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون شهر رمضان الكريم عجبكم شغلنا، وكنا إن إحنا قدرنا نكون عند حسن ظنكم، إن إحنا نقدر نعمل كل طلباتكم زي ما قلنا، أكلة أمي لكل الناس، وده إن شاء الله شفناه. رؤية فن إبداع، يوم العيد كمان الفتة بتاعتنا مختلفة. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.